إذن مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من محيط محطة الطرقية ولاد الزيان، حيث تم الإيقاف الآن ديال أحد الأفارقة اللي كيقوم ب اللي تم الحجز عنده واحد كمية هائلة من ديال النواد كما كتشوفوا معنا الآن مشاهدينا الكرام، اللي تم الإيقاف ديالو من طرف عناصر في حملة مشتركة بين السلطات المحلية وكذلك السلطات الأمنية بمنطقة الفداء مر السلطان. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر، كما لاحظتوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء، يعني في هذا الاثناء اللي تم الايقاف ديال هذا المعني بالامر من اجل الاغتيال ديالو على مصلحه الاستمرار المشوشه بمنطقه الفداء مر السلطان. مشاهدينا الكرام كما لاحظتوا معنا هذا الشيء ولينا كنلاحظوا هاد المحجوزات الان اللي لاحظتوها هما اللي كانوا قاموا بهم مجموعه من الاشخاص في تسلق جدار مدينه ميليا، كما كتلاحظوا معنا الان مشاهدينا الكرام ايقاف ديال هذا الشخص، وتم الان غيتم الاغتيال ديالو مصلحه الديمومه بمنطقه الفيدا مر السلطان. يعني كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام حمله مشتركه بين السلطات المحليه وهذا الشخص اللي تم الايقاف ديالو من طرف السيد الباشا والسيد قائد ملحقه 19 والعميد المركزي بمنطقه الفيدا مر السلطان، وكذلك حضور القائد الاقليمي للقوات المساعده. كما برافو عناصر السلطة المحلية والسلطات الأمنية بمنطقة الفيدا مر السلطان، اللي بكل صراحة ضربة معلم، هذه كنسميوها ضربة معرم، لأن المحجوزات الآن اللي لاحظتوها هي اللي كانوا قبل أيام اللي كان ناض واحد صراع كبير بين المهاجرين الأفارقة والقوات العمومية بالمملكة المغربية، والآن هذا كما لاحظتوا محجوز اللي هو محجوز كبير من الغنجوات اللي كانوا كيتسلقوا بهم جدار الحدوديه من اجل كتستعمل من اجل الحريق. مشاهدينا الكرام برافو رجال الامن والسلطه المحليه تحت اشراف السيد باشا مر السلطان والسيد قائد ملحقه 19 والقائد الاقليمي للقوات المساعده. كما كتلاحظوا معنا الان مشاهدينا الكرام كما كتشوف السيد الباشا كما كتشوفوا السلطات المحليه والامنيه اللي كيقوموا بمجهودات جباره من اجل الوقوف على هذا الامر. شكرا شكرا قلت لي خليفه
كما كتشوفوا الان ضبط الدوليو اللي كيقوم التخدير ديالهم في هذا المكان هادي مشاهدينا الكرام، والبوطات كذلك اللي كيقوموهم قوم بتجارة كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. هذا الشيء امر كما تلاحظوا يعني مخدر الاقراص المهلوسه مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا الان اللي كيقوموا بالتجاره ديال مهاجي الافارقه بمحيط محطه طرقيه ولاد زيان كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر. انا عيطك حسن عيطك واحد من 71 شوف المداومه تقرب مني شوف المداومه تقرب مني لعين المكان يعني مخدر لا واحد كمية ديال مخدر الشراء وديال الجوع كذلك كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام ضبط كميه كبيره من الحشيش عند هاد اللي كيقوموا بالتجاره ديال هاد المهاجرين الافارقه مشاهدينا الكرام. حشيش كما كتلاحظوا هادو هما المحجوزات اللي تم الحجز ديالهم عند هاد المهاجر الافارقه. المشاهدين الكرام اللي كيتسائلوا على هذا النفام الخشب والحديد، هذه هي اللي قاموا بها بعض مهاجري الافارقه بالحدود بين المملكه المغربيه ومع مينيا المحتله. مشاهدينا الكرام كاميرا اسلحه بيضاء كما كتلاحظوا مخدرات اللي كيقوموا بالتجاره ديالهم هاد مهاجري الافارقه، وكما كنقولوا ضربه معلم من طرف السلطات المحليه والسلطات الامنيه بمنطقه مر السلطان. المحجوز ديال الحشيش هو 73 طرف من هذه المخدرات، وكذلك منتوجات السلاحفات اللي مختصه بالدوليو اللي كنقولوا له الدوليو والخمور كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا غان جوات هادو مشاهدينا الكرام اللي كانوا مجموعه من مهاجري الافارقه اللي قاموا ب حريق كنقولوا بالحريق حرقوا بهم مجموعه من مهاجري الافارقه عبر الحدود المغربيه مع ميليا اللي كان واحد الصراع كبير بين السلطات المغربيه القوات العموميه مع مجموعه من مهاجري الافارقه. يلا نصور خلينا نصوروا شويه كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام هذه المحجوزات اللي قاموا بها المهاجرين كانوا كيقوموا بها المهاجرين الافارقه اللي في محيط المحطه الطرقيه ولاد زيان بالتجاره في المخدرات وكذلك تجاره في الخمر ودوليو مجموعه من يقدر حتى الغنجوات كانوا كيقوموا بالتجاره ديالهم.
شوف المداومة. صورة لا فينا؟ هذا يكون شيء صابو. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام هذه هي المحجوزات ديال المخدرات. الغنجوات مجموعة من يعني كما لاحظتوا هذه ضربة معلم من طرف السلطات المحلية بالملحقة 19 وكذلك سيد باشا مرس السلطان والعميد المركزي بمنطقة فيدا مرس السلطان اللي كتشوفوا كذلك السلطات الأمنية. هذه الحملة المشتركة بين السلطات الأمنية والسلطات المحلية بمنطقة مرس السلطان اللي كتشوفوا اللي أصورت على حجز كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام الاستنفار الأمني كبير في هذا المكان هي محيط المحطة الطرقية ولاد الزيان. لكل صراحة هادشي اللي لاحظنا اليوم أمر غير مشرف. كما كتشوفوا حضور العميد المركزي ورئيس الهيئة الحضرية والسيد باشا مر السلطان والقائد الإقليمي للقوات المساعدة وكذلك قائد ملحقة 19. يعني الشكر موصول لجميع من ساهم في هذا المهاجرين. كان أمر مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية البث المباشر. نلقاكم في بث مباشر جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.